طيب نرجع لأفريقيا. اتفضل. وعايزة أسألك، هل النادي الأهلي كان ممكن يفوز على سيمبا بأكثر من هدف في المباراة دي؟ اه طبعا طبعا، احنا يعني كان ممكن جدا الشوط الاولاني، يعني في واحده محمد شريف استعجل فيها شويه، وطبعا جاب جول حلو جدا وطالع، وبرده في جول تاني، برده فرصه تانيه الشوط التاني، كان ممكن جدا الشوط الاولاني يبقى النتيجه يعني 3-0 بالراحه جدا، يعني كانوا مسيطرين سيطره كامله. صفارة الحكم دايما كانت بتكتفنا، يعني حتى في حاجات بسيطة كده، اوت فاول مش فاول، يروح حاجات يعني كأنه بيلعب باسكت، يعني ده اللي بيلعب باسكت برضو الكتف كده مسموح بيه، فأي مفيش لمسة هوا تبص تلاقيه مصفر، يعني مش كده، يعني حتى كرة الشناوي واضحة للناس كلها، ويعني يعني مش حاجة مثلا الزاوية بتاعته مش زاوية رؤية، لا الكرة طالع الراجل والراجل خابط فيه، فطبعا يعني نتمنى الفترة اللي جاية إن شاء الله يبقى فيها نوع من التوفيق والحرص على إن احنا بإذن الله تعالى نكمل المسيرة بإذن الله في